تقول: واظب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة، والاستغفار 1000 مرة، ولا إله إلا الله 1000 مرة بعد الفجر، و1000 مرة قبل النوم، و800 مرة خلال اليوم. تقول: وواظبت على تلك الأذكار بتلك الأعداد لمدة 40 يوما متتاليا. قد يظن البعض بأنها لا شيء يشغلها، لا، بل هي متزوجة ولديها أسرة وعندها 3 أطفال، ولكن الهمة إذا ناطحت السحاب وبلغت سما الثريا فلا شيء يقف أمامها.